للمزيد حول تفاقم الجفاف في العراق في ظل سياسات مائية تزيد من الأزمة بحسب مراقبين، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير في الزراعة والموارد المائية السيد تحسين الموسوي. دكتور تحسين، بداية مرحبا بك. بحسب مصادر محلية فإن الكثير من مشاريع مياه الشرب مهددة بالتوقف بسبب الجفاف، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ ألو أستاذ تحسين، ما الذي أوصل الأمور في العراق إلى هذا الحد الصوت الخطير من الجفاف؟ تسمعني؟ الآن عاد الصوت. نعم أستاذ تحسين تفضل. بس السؤال ما سمعته. السؤال الآن العراق يعاني من ظاهرة جفاف خطيرة تؤثر على جميع القطاعات الحيوية في العراق، الري، الزراعة، الاقتصاد، الإنسان. يا ترى ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ بالبداية مساء الخير عليكم على كل متابعيكم الكرام. أكيد الأسباب هي كثيرة، وأنه الموسم الرابع على التوالي على الجفاف، وإحنا قلناها مرارا وتكرارا أن العراق الآن يتعرض لتحالف خطير، ألا وهو مسألة تغيير المناخ والجفاف والأمن الغذائي. هذه كل الأمور إضافة إلى فشل السياسات المائية الداخلية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. للأسف لم تكن هناك استعدادات للأزمة مثل ما تحدث دائما. التهديد مستمر منذ عام 2009 والتحذيرات العالمية. بالعكس الآن بقى مثل ما تفضلت، وصلنا ليس إلى مسألة موضوع الإفلاس المائي، بحيث أنه ودعنا الخطة الصيفية، لم يستطع العراق تنفيذ الخطة الصيفية للموسم الزراعي، وهناك تهديد أيضا للزراعة بصورة عامة للموسم الشتوي بسبب أن الخزانات شارفت على النفاذ، والعراق حاليا يستخدم طيب. أستاذ تحسين، يعني الكثير من المصادر المحلية أستاذ تحسين الكثير من المصادر المحلية تحذر من خطورة ما تتعرض له مياه الشرب، يعني المواطن العراقي مستهدف في الماء الذي يشربه. اعترفت وزارة الموارد المائية أن هذه السنة المائية ستكون صعبة على العراق، ولكن هي تعول على العام المقبل. يعني وزارة الموارد المائية، ما هي مؤشراتها على أن العام القادم سيكون أفضل من حيث الإطلاقات المائية؟ من أين جاءت بذلك؟ هي تتحدث عن هناك تغيير في السياسة المائية من خلال استخدام منظومات الري بالرش والذهاب إلى بعض إعادة تحلية مياه البزل أو جزء من مياه البحر، وتذهب عن إعادة وحدات المعالجة. يعني كلها برامج قديمة مطروحة ولم تبدأ بالتنفيذ لحد الآن على أرض الواقع. إضافة إلى ذلك هناك مؤشرات على أنه ستكون الزيارة القادمة للرئيس التركي للعراق ستثمر عن ملف المياه، أو هناك مؤشرات تقول انه يوجد اتفاق على انه ستكون زياده بضع اطلاقات ولربما لمده شهرين او اكثر من شهرين. هذه بعض التسريبات اللي صدرت من مصادر القرار. هناك ايضا تحسن نوعا ما من اطلاقات نهر الكارون نحو شط العرب، لكن بالحقيقه الوضع هذه كلها يعني ربما رسائل تقنية، لكن الواقع اللي موجود حاليا لا، واقع مؤسف جدا. ارتفاع كبير بالملوثات، هناك خلل في امن المياه نتيجة انقطاع المياه. انا قلت بالحديث انه نستخدم ما تبقى من الجزء الميت من بحيرة الثرثار وهو الغير صالح للاستهلاك، كون انها تشهد ملوحة عالية، بل بالعكس هو لا يصلح للزراعة. وضع المياه وضع وصل مراحل متقدمة. ماذا عن القطاع الزراعي دكتور يعني تحسين؟ نعم دكتور تحسين، إذا كان القطاع الزراعي يعني بالأساس هو يشهد أزمة كبيرة بسبب حاجة البلاد لكميات كبيرة من المياه، والمياه لا تكفي، جفاف، ظاهرة جفاف عمت العراق، كيف سيكون تأثير ذلك على القطاع الزراعي، على الإنتاج الزراعي في ظل هذه المعطيات؟ أستاذ كريم، أنا أعتقد يعني رغم أن وردات صدرك سألتني على أنه القطاع الزراعي متراجع بنسبة، تعرف جنابك الكريم أنه العراق يتعامل بطرق ري قديمة هي يعني لا تتلائم مع حجم الإطلاقات أو حجم الحاجة للمياه، طرق سومرية
تستهلك كميه كبيره من المياه، وهذا اللي اوصلنا الى مرحله حرجه خاصه بعد ما كان هناك بالخزانات ما يقارب 60 مليار متر مكعب خلال الموسمين الاخيرين تم استهلاك بالكامل نتيجه استخدام بالخطه الزراعيه من خلال استخدامات المنظومات القديمه. لذلك الان الحديث على انه ستكون العمليات من خلال استخدام تقنيات الري، وانا قلت لكن للاسف الشديد نحن نتكلم الان والوضع بدا يكون حرج خاصه، وانه لا هناك اصبح نقص حاد حتى في مياه الشرب، انا اقصد من مناطق بناء بالنهر البعيده بدا يطال حتى بعض المدن اللي تكون مثل نتكلم عن الميسان، نتكلم عن ذيقار، نتكلم عن حتى في بعض الاحيان في مناطق تكاد تكون اسفل بغداد، ولاحظتم الصور كيف ظهور هناك بعض المناظر من جعل من حوض النهر ساحه لكره القدم، وهناك من يعبر سيرا على الاقدام. هناك الكثير من الوضع يعني ماساوي جدا بالنسبه لوضع المياه للعراق، وهناك ايضا اطلاقات قبل اكثر من شهرين كانت من الامين العام للامم المتحده قال ان بلاد النهرين مهدده بالان تصبح بلاد لا نور. ايضا رئيس وزراء العراق تحدث قال ان العراق بحاجه الى مساعده المجتمع الدولي. لذلك وزاره الموارد المائيه رغم ما انها تقول ان مياه الشرب مؤمنه، لكن تقول ترجع وتتراجع وتقول ان الصيف الاقصى خاصه بعد ارتفاع معدلات درجات الحراره بسبب جفاف الاهوار، رئه العراق اللي زادت من عمليه الاحتباس الحراري، ولاحظت ايضا اختفاء اهوار العودة في ضوء التغير المناخي وارتفاع درجه حراره الكوكب، والعراق ربما هو من اكثر المناطق في العالم ارتفاعا بدرجات الحراره. يا ترى هل تعتقد ان السياسات الحكوميه التي طرحت او تطرحها وزاره الموارد المائيه او الحكومه جاءت بمستوى التحدي، بمستوى الازمه، للحيلوله دون تفاقم الاوضاع اكثر؟ لا حقيقه احنا نكون واقعيين، لانه يعني لا الاستعدادات ولا حتى الاجراءات اللي تمت هي بمستوى الازمه. مثل ما تفضلت الازمه كبيره، خاصه عندما نتكلم اليوم عن هناك اضطراب زياده بالموارد البشريه بالعراق، وهناك ارتفاع بمعدل الولادات تصل ل مليون نسمة كل عام، يعني اذا يقابل ايضا انخفاض بالاطلاقات. نتكلم على انقطاع، تكلمنا عن ان جناب الكريم ذكرت في مقدمتك ان هناك جفاف، انا قلت نحن وصلنا الى مرحله الافلاس المائي. لم نشهد لحد هذه اللحظه نشهد، لا توجد، انا قلت وحدات المعالجه هي كلها برامج تطرح ودائما ما تطرح على كل الحكومات، لكن تنفيذا على امر الواقع لم ترى هذه المشاريع النور. بالعكس دائما يعني ما نلاحظ منذ القديم ايضا ان يعني دائما ما يكون هناك دراسات وابحاث كلها تتحدث عن المشكله وتحديد الخلل، لكن لم تبدا بالمعالجه. مما زاد الوضع سوء وتفاقمت الازمه بحيث اليوم نتكلم عن هجره، نتكلم عن نفوق كبير، فقدان كبير للتنوع الاحيائي، فقدان للسياحه، فقدان ايضا تكلمنا ما استطعنا ان ننفذ الخطه الصيفيه، وبهذه ايضا وبهذا الخزين المتراجع جدا من الصعب ومن غير الممكن ان نذهب الى تامين الخطه طيب. الشتويه. دكتور انا اقول دكتور تحسين، العراق يحتاج نعم يعني في العراق لا يخلو من العقول النيرة، لا يخلو من العلماء، لا يخلو من الخبراء. يعني الكثير من الخبراء الأجانب حتى قدروا أن ما يرميه العراق من إيرادات مائية سنوية يرميه في الخليج العربي وتذهب هباء منثورا 15%. لماذا لا يتم الاستفادة من هذا الكم الكبير من المياه المهدرة؟ كما هو معلوم هناك تجارب دول في الهند وغيرها قاموا بالاستفادة من الجداول بتسقيفها بخلايا الطاقة الشمسية، منع التبخر وبالتالي وأيضا الاستفادة من المساحة بتوليد الطاقة. يا ترى في العراق هل يخلو من هذه العقول التي تفكر؟ هل يخلو من خبرائه؟
لا بالحقيقة أكيد العراق ما يخلو، العراق يوجد به كثير من الخبراء وكثير من الباحثين، بل بالعكس العراق ولاد بهذه الطاقات، لكن للأسف أنا قلت لا توجد الإرادة فعلا، أو لا يتوفر. تعرف جنابك الكريم اليوم أن الوضع بالعراق يختلف، يعني احنا نتكلم اليوم تتكلمني عن الأزمة المائية، هي لم تعد أزمة تنموية إنما هي أصبحت أزمة سياسية. وتعرف احنا يعني جنابك الكريم والمستمعين انه هناك ازمات كبيره خاصه بالملف السياسي، وايضا انه الخطا الكبير اللي بنيت عليه العمليه السياسيه اللي هي عمليه المحاصصه، يعني هذا ما اوصل الحال تراجع مشروع كبير مثل مشروع مثل المياه والموارد المائيه. لكن سالتني انت على انه لماذا العراق يهدر كميه كبيره ان تذهب من خلال عن الطاقات الى شط العرب. تعرف هناك مشاكل مع الجيران بصوره عامه حتى في مساله الملاحه، العراق لا يستطيع انشاء ناظم على شط العرب او بوابه متحركه لغرض صد اللسان الملحي والحفاظ على منسوب المياه بعملية عندما يكون هناك نقص أو جفاف. السبب يعود أن هناك لا توجد وحدات معالجة. لاحظ أنه النهر اليوم أصبح عبارة عن مصادر المياه الصحي تذهب بدون معالجة، المخلفات مياه البزيل، مخلفات المستشفيات، مخلفات المناشر الصناعية، يعني كل هذه أصبحت تذهب عن طريق النهر. فإذا كان هناك بوابة متحركة لصب اللسان الملحي أو حجز المياه سترتفع نسبة الملوثات. إذا هذا الملف حقيقة يحتاج إلى إعادة كاملة، وهذا الأمر يتعلق بالجانب البيئي. نشكرك شكرا جزيلا من بغداد الخبير في الزراعة والموارد المائية دكتور تحسين الموسوي، شكرا لك.